هتدم المصل كونتراكشن كده لمدى الحياه؟ لا، محتاجه ايه؟ نعمل ريلاكسيشن. الريلاكسيشن هيتم ازاي؟ مش اتفقنا ان بدا الكونتراكشن ان الكالسيوم زاد جوه المصل، فاللي يخلي الكونتراكشن ينتهي ويبدا الريلاكسيشن ان يحصل حاجه اسمها كالسيوم ري ابتيك. الساركوبلازميك ريتيكولم سله في المصل كالسيوم، بعد ما تعمل الكونتراكشن يحصل اكتف ري ابتيك، اللي انا الساركوبلازميك ريتيكولم طلعه يرجع يسحبه تاني اللي هو الكالسيوم باكتف بامب، يعني محتاج انرجي. فالكالسيوم هيتحرك من جوه السيتوبلازم لداخل مين؟ الساركوبلازميك ريتيكولم. فهيقل الكالسيوم فين؟ في السيتوبلازم. فهيؤدي الى ان ايه؟ ترجع، يقول لك ترجع ريما العاديه القديمه، يعني ايه؟ يعني الكالسيوم خلاص هيسيب التروبونين سي. فالتروبونين سي اتساب، ترجع للريستنج كونديشن. الريستنج كونديشن يعني ايه؟ يعني الاكتف سايت اللي على الاكتين للمايوسين بيبقى كفرد، فما بقاش فيه ايه؟ مايوسين اكتين انتر اكشن. تاني يا جماعه، اكسيتيشن كونتراكشن كابلنج. بص على الرسومات عشان توضح لنا الايه؟ الصوره. بصوا يا جماعه، ادي الميكانيزم اوف اكسيتيشن كونتراكشن كابلنج. تبتدي بايه زي ما اتفقنا؟ ان ستيميليشن الون دي فينير فايبر، اوبننج اوف فولتج جيتد كالسيوم شانل، ريليز اوف اسيتايل كولين، اوبننج اوف ليجاند جيتد صوديوم شانل. هيحصل بروباجيشن للاكشن بوتنشال على مين؟ على امتداد الساركوليما اللي هو الممبرين بتاع المصل، يوصل للترانسفيرس تيوبيول، يؤدي الى ريليز للكالسيوم فروم ساركوبلازميك ريتيكولم. هيمسك في التروبونين ايه؟ سي. يحصل الانتر اكشن اللي قلنا عليه، يحصل رياكشن ما بين الاكتين والمايوسين، يحصل بايندنج ثم بيندنج ديتاتشمنت، بايندنج بيندنج ديتاتشمنت، لحد ما يحصل الكونتراكشن. وشفنا الافكت وهنشوفه حالا على رسمه. ثم الكالسيوم يحصل له ري ابتيك، فترجع الامور لوضعها الايه؟ الريستنج كونديشن، ان ما عادش فيه انتر اكشن ما بين الاكتين والمايوسين.